أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا قوم مجرمين. لنرسل عليهم حجارة مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم صدق الله العظيم.